وابدأ سؤالي مع حضرتك أستاذ طارق، عايزة أعرف هل في علاقة ما بين قانون التصالح وما بين التعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري، ولا كل قانون بيشتغل في اتجاه مختلف؟ يعني هذا سؤال غاية في الأهمية، برضو دي من النقط الخطيرة جدا اللي أخشى أنها تفرغ هذا التعديل من مضمونه. تعديل الشهر العقاري ليه؟ أنا دلوقتي بعمل تسجيل الشقة أو الأرض أو العمارة في الشهر العقاري، والحمد لله خلصت إجراءاتي. يروح واقف يقول لي قبل ما دخلك تعمل التصديق هات لي شهادة من الحي إن العقار ما فيهوش مخالفات. تمام، كده أحلني على الحي. طيب أنا رحت الحي مقدم قانون، مقدم تصالح، عندنا مشكلة كبيرة جدا إنه الناس كلها نزلت قدمت تصالحات، ناس كتير جدا، ما عندناش القوة البشرية، اللجان استوعب. اللجان اللي تنزل تعمل معاينة، فطبق عندي طابور، طبعا الأحياء كلها عارفة اللي أنا بقوله ده، طابور كبير. طيب بعد ما نزل وعمل معاينة وده بعد وقت طويل، هتبص تلاقيه قال لك ادفع مبلغ كذا، بعد ما بندفع اكتشفنا انه بيوديني حتة اسمها الشبكات. هو اللي بيبعت الورق لإدارة الشبكات عشان ينزل يتأكد من حاجات فنية. ده بتاخد وقت طويل. بعد ما خلصنا كل ده والشبكات قالت كله مظبوط، يروح مودي الملف للمحافظة عشان تراجع على هذه الإجراءات وتطلع في الآخر الشهادة اللي هي بنقول عليها نموذج 10، اللي على ضوءها آخد الشهادة اللي أطلع بيها للشهر العقاري اقول له انا خلصت معليش مخالفات. معليش مخالفات. الجزء اللي بتكلم عليه ده، الجزء اللي بتكلم عليه ده جزء خطير جدا. لابد ان يبقى في عندي منظومه تنظمه تسهله وتسهله. حسب معلوماتي وما نشر انه فعلا البرلمان والحكومه تنبهوا للمخاطر اللي انا بقولها اللي هي قانون التصالح، ففي مشروع مقدم فعلا، انا مش عارف من الحكومه ولا من مجلس النواب، علشان ييسروا اجراءات التصالح. يعني مع الوضع الحالي الموضوع فيه صعوبه لتطبيق التعديلات الجديده طبعا، لكن لو في منظومه متكامله هتصدر مع بعض طبعا هتحل. القوة البشرية هنا والقوة البشرية، القوة البشرية في الشهر العقاري بالزبط. في المساح، القوة البشرية في الحي علشان ينزل يعمل الإجراءات بتاع التصالح. تعديل القانون ده بتاع التصالح عشان ييسر بالظبط. شوف يا فندم، احنا لازم نعترف ان احنا كان عندنا مصائب كبيرة جدا من الفساد موجودة حتى زمن معين. حقيقة لازم نقول ان المواطن مش ذنبه. انا اشتريت شقه في عقار مخالف خلاص، او اشتريت عقار مخالف، انا مش ذنبي. الحي سابني واللي كذا واللي كذا واللي كذا. حضرتك في عندي خط احمر وهو البناء على ارض الدوله. ده خط احمر. البناء على خط التنظيم ده خط احمر. كل انواع المخالفات السابقه اللي غير ديت، اللي غير الحالتين دول، اذا كان طبعا ما فيش حاجه انشائيه يعني تهدي العقار ولا حاجه، ممكن التغاضي عنها، وممكن التغاضي عنها بنص بسيط في القانون، ولا احتاج فيها تصالح ولا احتاج فيها حاجه. وعشان كده حضرتك بتقول ان اقول ايه بقى، اقول ايه، اسدد قيمه التصالح في الشهر العقاري. انت جهه واحده، جهه واحده يقول لي والله لما يجي يقدر عليك 2000 جنيه، بس عليك مخالفة جاية لي هيت بتمنها كذا، أدفعها وسجل وخلص. ليه بقى توديني هنا وتوديني هنا صحيح. وتوديني هنا. طيب عايز أسأل الأستاذ سامي، وسعادتك كان ليها تعليق بس على اللي قاله طارق بيه. اتفضل. هو طبعا القانون زي ما الباشا قال وأنا عارف، واللي هيحصل ثورة خلاص وكل هيجري يسجل. أنا هاجي أتصالح هدفع مثلا 1,000,000 جنيه رسوم الشهر العقاري 2,000 جنيه، مش رايح الشهر العقاري، وأنا اللي ودينا أتصالح، أنا قاعد في شقتي ومش هسجل. واخد بال سعادتك؟ فإحنا نهيب يعني بالمسؤولين وبالدولة إن نحط توقيت معين للمباني، يعني فترة من إلى، مش عاوز منكم أي حاجة خلاص، ولا ورقة، غض النظر خلاص. عادة طبعا اللي على أراضي الدولة على قوانين بتحظر البناء على أراضي الدولة بالظبط، القانون القوانين كلها منظمة للقصة ديت، عادة إن أنا أخرج طبعا على خط التنظيم أو خلافه. لكن إحنا بنينا في زمن وخلصنا في زمن كان فيه غض النظر من الدولة
على المخالف. لما انا بقى ادني برضك غضض النظر عشان الناس دي تسجل ووثق عقودهم ويبقى عنده يبقى هعمل كم كثير من الـ الـ من الحراك في تسجيل العقارات اللي وبالتالي حضراتكم بتتفقوا بعد اذن تسجيل العقارات ده بيعمل ايه؟ بيحد المنازعات المدنيه والجنائيه حاجتين. نزع العقار خلاص سجلت راح ما عاد مسجل. ثاني حاجه بيدي قيمه سوقيه للعقار بعد التسجيل عاليه جدا. بعمل تراست وثقه في السوق العقاري جوه مصر. المستثمر الاجنبي اللي جاي من بره بيستثمر. بعمل موارد للدوله كتيره 2000 جنيه في عدد مثلا مليار شقه مثلا على مستوى الجمهوريه. طبعا الدوله دخلها قد ايه؟ الضرائب العقاريه اللي هي السنويه اللي هي بتندفع على العقار ذاته دي بدفع سنويه. ضريبه التصرفات العقاريه اللي هتحصلها الضرائب العامه ازاء التسجيل بعد ما المواطن بيسجل الضرائب العامه بتبعته له تعالى سدد. الضرائب هي اللي بتطلب مش الشهر العقاري خلاص انتهى الموضوع ده. لكن انا حال تسجيلي ما بدفعش ده بقى انا راح ادفع في التصالح كام عشان اجي اسجل ب 2000 جنيه.